صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. رح أحكي تقريبا عن 4 طرق من المساج الوجه وحركتين أو حركتين من اليوغا اللي هي بتساعد كتير البشرة. ولكن خلونا قبل نعمل طبعا عناية بالبشرة، لنقول هيك، يعني نحن رح نستخدم ضمن هذا الموضوع رح نستخدم نحن أول شيء المنظف للبشرة، وهون نحن عم نجرب سوا. أنتوا شفتوا من قبل إنه ممكن نستخدم بس البانتينول وكريم، يعني ككريم مرطب، وكنا نعمل فيه الجلسة كاملة. هون رح نحن نبدأ بكلينزينج ميلك، عم نستخدم لنجرب هذا، وهذا الموضوع مش دعاية، ولكن عادة بالمجمل هو استكشاف. إذا هو كنت حاطط بالفيديو السابق، حطيت شوي، هلا عادة هو الحليب كمنظف للبشرة. إذا أساس العناية بالبشرة هي التنظيف. أول شيء قلنا التنظيف، تنظيف تنظيف. حكينا بالنسبة للمرطب، مش متوفر معي من هذه الشركة مرطب، ولكن بالنسبة إلي عم حاول حط الكريمات. قبل ما أعلمكم أو نذكركم الحركات، حكينا عنها قبل، بيبقى 2 على السريع. إذا أنتم كنتم مستعجلين أو فيكم أو بدكم طبعا تعملوا بعض الحركات اللي هي ما تتبعوا فيها كل الخطوات اللي حكينا عنهم قبل. اذا هون رح احكي انا عن انتاي ايجينج. رح احط انا الكريم. قلنا الكريمات اللي بتستخدموها بالعناية استخدموها طبعا وقت بدكم تخضعوا لجلسة. اذا استخدمنا في ميلك، طبعا استخدم للتنظيف، هذا الاول وهو الاساس الاول من اسس العناية اللي هو تنظيف البشرة. رح اخلص منه مشان ما يعود يلبكني. عندي انا التنظيف، المرطب مش موجود عندي، استعدت عنه بانتاي ايجينج كريم. معظم قلنا الكريمات الانتاي ايجينج بتستخدم الريتينول، وعادة مختلف طبعا رائحة ذكية. انا احاول استكشف معكم الكريمات، طبعا رائحة ذكية بالنسبة لهذا الكريم انتاي ايجينج. اي كريم قلنا حطوه على المنطقة، على منطقة ظهر اليد، وزعه على الوجه. طبعا في اكيد اسس للتكتيك، ولكن هلا انا عم حاول وزعهم قبل ما ابدا. وعندي الكريم اللي حول العين، راح اتركه على جنب. وقلنا بالنسبة لكريمات حول العين حسب مشكلتكم، ممكن تكون النياسين، إذا كان عندي أنا المنطقة راكدة تمام ممكن نستخدم فيتامين كي. إذا كانت دارك شوي ممكن نستخدم فيتامين سي لتنشيط المنطقة. وعندي أنا هذا إذا للمنطقة حول العين، وعندي وقليلة من الشركات اللي بتستخدم للرقبة، اللي بتعطي منتجات بالنسبة للرقبة. اذا طبعا كل هذا مقدمة، لا ممكن يكون يشبه الفيديو اللي قبله، ولكن هذا مقدمة لنحكي عن الحركات اللي بتساعد بتنشيط البشرة، بتساعد في اعادة حيوية البشرة. اذا المنطقة حول العين والتدليك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة طبعا، وهذا للرقبة ومنطقة الديكولتي عند الصبايا. هون بحكي عن التدليك. هلا عادة إذا بدنا نحكي عن التدليك، قلنا بالنسبة للرقبة رح نقسمهم هيك، المنطقة الأولى الرقبة أصابع بهذا الشكل، التدليك بهذا الشكل. بالنسبة للسس السفلي للوجه، التدليك بهذا الشكل، التدليك بهذا
الشكل الحركات متتابعة للأعلى. بالنسبة للخدين ممكن معهم بيساعد كتير بتنشيط هالمنطقة. إذا قلنا السلس السفلي، السلس المتوسط، وعندكم هذه المنطقة كمان رح نستخدمها بهذه الطريقة، هاي المنطقة رح نستخدمها بهذه الطريقة، وبالنسبة للجبهة بهذا الشكل. التمرينين اللي بنزيدهم واللي هن كتير بيساعدوا يحسنوا كتير من حيوية وتونيك قوة العضلات هي كيو اكس كيو اكس كيو اكس كيو اكس كيو اكس، رح نقولهم سوا تقريبا 10 مرات. كيو اكس 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 كيو اكس. اذا كيو اكس. التمرين الثاني اللي هو اي اي واي او يو، اي اي واي او يو، راح نقوله سوا كمان 10 مرات. اي اي واي او يو 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 اي اي واي او يو. حدون كتير تابعون 3 مرات باليوم اذا كنتوا على عجلة من امركم. بكرة اذا قدرنا رح نعمل جلسة عن مساج الوجه، يوغا الوجه، رح نضيف اكيد تمارين جديدة. كان معكم دكتور باسم. ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، شاركوا الفيديو، ان ما عجبكم اعملوا ديسلايك.